دابا الا شفتي هاد الناس زاهيين غير حسب لك بنادم غير مقصر بالعاصفه الرمليه وما وقع حتى شي حاجه، ولكن في الحقيقه جنوب المغرب ولا كيعيش سبتمبر اسود، 2022 الجفاف، 2023 الزلزال، 2024 الفيضان. اللي وقع هو انه البرجات ديال الشمال عمرو في الشتاء والبرجات ديال الجنوب عمرو هاد السيمانه، ولكن ما قطعنا الواد ما نشفو رجلينا حيت هاد الكارثه عرات على هشاشه البنيه التحتيه في دوك المناطق. هادي واحد جوج ديال السيمانات ضربات الشتاء بالجهد وفاضوا شي بلايص، وعلى ما يبدو فرداك الشيء كان غير مجرد تسخينات اللي بدات بالشتا والتبروري وسالت بكارثه طبيعيه اللي غيمشيو فيها 11 واحد و9 ديال الناس تالفين. زيد على هادشي انه اكثر من 8 ديال الديور اللي داهم الماء وما بقاش لهم الاثار، حيت الواد فاض وجر معاه حب وتبن شجر ديال اللوز واراضي على قدهم، الديور رابو والطرقان ولاو ويدان والناس تكرفصات جرب بصح. وفي الاخر داكشي جايب واحد السرعه خياليه، وكاين واحد الواد اخر سميتو وفقي هو هنا هذا سبقوه هو الاول، وداكشي اللي جايب هذا النص ديالو طلع حتى لهنا، فجاء الاخر تلاقى معاه دارو كارثه هنا. هي كانت واحد الدار هي قدامي هنا بحال عمرها ما كانت، وخمسه النفوس فيها مشات، وكاينه ديال الخوف حتى هي مشات، وكاينه الدار الثالثه اللي حداهم اربعه الارواح اللي فيها باقين تحت الدار، وكاينه الدار الثانيه اللي حداهم هو والجوجه ديالو حتى هما راه ماتوا راه يبقى فيها واحد الطرف. وعرفتوا الكارثه شنو هي؟ واش فراسكم انه المغرب داير مشروع انذار ديال الحمايه ضد الكوارث الطبيعيه اللي كيخسر عليه اموال طائله ماشي من عنده بطبيعه الحال، وانما كيتمول من طرف البنك الدولي والاتحاد الاوروبي، وتخسرت عليه اكثر من 580 مليون دولار ما بين 2016 و2024، والهدف هو انهم يقادوا البنيه التحتيه ويستعملوا وسائل متطوره باش يبداو يتوقعوا الفاجئه حتى قبل المطرة باش بهكذا يعرفوا كيفاش يتعاملوا معاها، خصوصا وانه المغرب مهدد بهذا النوع ديال الكوارث بسبب البلاصه اللي جينا فيها في الكره الارضيه، وهي نشره من الدرجه الحمراء وهي اعلى درجات اليقظه التي تصدرها المديريه العامه للارصاد الجويه، وفيها توقعت المديريه ان يتراوح تراكم التساقطات بين 70 و 120 ملم بين السادسه من مساء امس الجمعه والحادي عشر من ليله غد الاحد. القلب في هذه الفيضانات هو هذا الرقم اللي عطات مديريه الارصاد الجويه اللي مكترس ما كيخلعوا غيعلنوا على النشره الحمراء واللي هي اقصى درجات الخطر. وغير باش نفهموا فراه الدرجه العاديه ديال الشتاء اللي كتكون مجهده هي 10 ملم في الساعه، بمعنى في كل متر كاري كطيح 10 لتر ديال الشتاء، ولكن هادشي اللي واقع دابا راه تجاوز كاع ديك الشتاء اللي كتكون عنيفه ومجهده واللي هي فاش كتوصل ل 50 ملم في الساعه. اما دابا فهاد النشره الحمراء اللي تعلنات راه الشتاء بدات كتلعب ما بين 70 حتى 120 ملم في الساعه، يعني في كل متر كاري كطيح ما بين 70 حتى 120 لتر. بالنسبه للواد كان جايب واحد الطريقه، واخا نعاود لك ما تصدقنيش الطريقه باش جاي كثر 10 متر ديال العلو باش جايب الماء، وصل واحد البريس اللي ما عمرهم وصلوا. كاين الديور اللي كانوا في الخطر، كاين الديور اللي مشاو بعد الضوا ومشاو فيها الديور، مشاو الطوموبيلات، الناس اللي تيديروا الفلاحه هنا مشاو لهم، مشى لهم النخل ديالهم، مشات الزيت، مشى الخروب، جميع المحاصيل مشاو لهم. وبما انه البنيه التحتيه كتلعب دور كبير، بالرغم من انه زعما راه ماشي حيتاش البنيه التحتيه ما مزياناش داك الشيء باش وقع هذا الشيء، الا انه ضروري ما نديروا واحد المقارنه بالزربه مع الفيضان اللي كان واحد جوج سيمانات هذه في كناريكات. قبيله قلنا باللي المناطق ديال الجنوب وصلت فيهم الشتا حتى 120 ملم في الساعه، ايوا معلم في ميريكان راه وصلت ل 300 ملم في الساعه، وهي واحد الحاله نادره جدا لدرجه انها كتوقع مره واحده في 1000 عام. ومع ذلك الى جينا نشوفوا الاضرار البشريه عندهم بالمقارنه مع المغرب، فغنلقاو على انه مقابل 11 واحد اللي مات في المغرب يلاه جوج ديال الناس اللي ماتوا عندهم، في الوقت اللي البنيه التحتيه ديالهم ما تضررتش بزاف من غير اضرار في المجاري المائيه وشي طرقان اللي تفدعوا من الوسط، وديور اللي بطبيعه الحال حتى هما تضرروا، ولكن اللي غيجيكم في شكل هو انه ما كملاتش سيمانه والمدينه غتوصل ب 3 مليون دولار بهدف انهم يصلحوا داك الشيء كامل وكان شيئا لم يكن. الملاحظه اللي لاحظت من هذا الشيء واللي تقدروا حتى نتوما تلاحظوها هو كيفاش انه واحد الفيضان في ميريكان اللي مضوب على الفيضان ديال المغرب بجوج ديال المرات غيتسبب في اضرار ماديه وبشريه قل من المغرب بزاف. اذا هنا كنظن على انه خصنا نتسائل واحد شويه ديك 580 مليون فين كتمشي، حيت الا جينا نشوفوا راه ما يمكنش لينا اننا نمنعوا الكوارث الطبيعيه من انها طرا، ولكن على الاقل الواحد كيخصو يكون مستعد ويقد واحد الطرقه اللي هما يعني مبنيين على السطح باش بهكذا على الاقل ما يكونوش واحد الخسائر اللي هما كبيره، لانه ما يمكنش لينا اي كارثه جات بلاد ما غيبقى يموت لينا بحال الدبان وكانه زعما راه زايد ناقص.